من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه من الأنصار والمهاجرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. والطاعة أي الانقياد واجب لأئمة المسلمين بالاعتقاد والفعل بامتثال الأوامر والنهي عن الزواجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الطاعة هذا الفعل يأتي منه الرباعي فتقول أطاع يطيع، ويأتي منه الثلاثي فتقول طاع يطوع، يعني الثلاثي المضارع بتاعه يطوع والرباعي المضارع بتاعه يطيع. خلاص، الطاعة معناها الامتثال أو الانقياد، طاعة معناها الانقياد. ولكن قد تطلق الطاعة على العبادة، قد تطلق الطاعة على العبادة، وقد تطلق العبادة على الطاعة أيضا. تطلق العبادة على الطاعة، وتطلق الطاعة على مين؟ على العبادة. سيدنا نوح عليه السلام حينما قال لقومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، يبقى الطاعة هنا معناها إيه؟ لا، الطاعة هنا معناها الانقياد مجرد عن العبادة، لأني أطيعوني أطيعوا الرسول اللي هو سيدنا نوح عليه السلام، خدت بالك؟ وتطلق العبادة على الطاعة. يقول الله تعالى في سيدنا إبراهيم عليه السلام حين قال لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فهل هو عبد الشيطان يعني اتخذه إلها وصلاه وكذا وكذا؟ لا، إنما عبده انقاد له وأطاعه. يبقى الطاعة تطلق على العبادة تارة، وتطلق الطاعة على الانقياد فقط مجرد عن العبادة، وتطلق العبادة على الطاعة، وتطلق العبادة على ايه؟ على الطاعة. طيب، العبادة اللي هي بمعنى الطاعة او حتى العبادة المجردة دي معناها ايه؟ لما نيجي نشوف العبادة، اطاعة معبود لمنهج عابد، إطاعة معبود لمنهج إيه؟ لمنهج عابد، خدت بالك؟ يبقى لابد أن يكون المعبود، إطاعة قصدي عابد لمنهج معبود، إطاعة عابد لمنهج إيه؟ لمنهج معبود، لابد أن يكون المعبود له منهج علشان تطيعه. فإذا لما الكفار عبدوا الشمس، عبدوا الكواكب، عبدوا النجوم، عبدوا القمر، عبدوا البقر، عبدوا أي شيء من هذا القبيل، نقول له ما تسميش ده عبادة أبدا. لماذا؟ لأن أين المنهج الذي قالته لك الشمس حتى تطيعه وتعبده؟ في منهج؟ لا، مفيش منهج، خدت بالك؟ يبقى حتى تسميتهم دي عبادة تسمية خاطئة. يعبد الأصنام يعني إيه؟ ما نعبدهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل هي عبادة حقيقية ولا حتى الألفاظ بيتلاعبوا بها؟ حتى الألفاظ لم يضعوها في موضعها، خدت بالك؟ فالعبادة أن يكون هناك أمر لمعبود يطيعه العابد. إذا لم يكن هناك أمر لمعبود فكيف تكون العبادة؟ يبقى ما تنفعش العبادة. خلاص؟ فإذا إحنا اللي كل اللي عايزين نقوله إن الطاعة دي تأتي فعلا رباعيا وتأتي فعلا ثلاثيا، تأتي أطاعة يبقى المصدر بتاع الفعل بتاعها الرباعي يطيعه، إطاعة المصدر إطاعة. طيب، طاعة يطوع طاعة، طاعة يطوع طاعة، خدت بالك؟ وإذا كان الشيء ينقضي شيئا فشيئا توضع له واو بعد الألف فيقال طاعة يطاع والمصدر بتاعه يبقى إيه؟ يبقى مطاوعة. بس ادي الفعل ده علشان بس واخدين بالنا، لان الشيخ هنا فسره بالانقياد وقال الطاعه معناها الانقياد. ولحنا عرفنا ان الطاعه تطلق على العباده، وتطلق العباده ايضا على مين؟ وتطلق العباده على الطاعه.
وقالتنا انه يبقى له ثلاثي ويبقى له رباعي، وبعدين لما يبقى الشيء يفعل شيئا فشيئا بعد علاج يقال طاوع يطاوع فهو مطاوع مطاوعة. نعم. ثاني شيء. نعم. والطاعة أي الانقياد واجب لأئمة المسلمين للارتطاب والفعل بامتثال الأوامر والنهي عن الزواجر. الانقياد والفعل بامتثال الأوامر والنهي عن الزواج. امتثال معناه فيه طاعة بانقياد، لأن الامتثال ده فيه طاعة بإيه؟ بانقياد. وبعدين الامتثال يلاحظ فيه إيه؟ فعل الشيء أو الانقياد إلى الشيء بدون كراهة له. الانقياد إلى الشيء بدون كراهة له. وإلا لو أنك انقدت إلى الشيء دون امتثال لا تكون طائعا للطاعة المطلوبة. يعني لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يكلفنا بشيء ونفعله واحنا معترضين عليه، يبقى دي طاعه ليست طاعه، خدت بالك؟ او يبقى طاعه ولكن ما فيهاش امتثال. والله سبحانه وتعالى يريد منا طاعه بإذعان وامتثال وانقياد. فالامتثال اقوى من الانقياد، والانقياد واقوى من الطاعه. اقوى من الايه؟ من الطاعه. لأن الامتثال معناه فعل الشيء برضا، بخلاف الطاعة فقد تطيع وأنت كاره، وقد تنقاد وأنت مجبر، واخد بالك؟ لكن تمتثل فيها نوع من الإيه يا أخوانا؟ من الرضا، يعني أنا بمتثل برغبتي وبمتثل وأنا راضي في هذا الأمر. والمطلوب مننا في الإسلام إيه؟ الامتثال. مطلوب مننا الامتثال. واخد بالك؟ الانقياد مع امتثال، الطاعة مع ايه؟ مع امتثال. نعم. ما يقال بالاعتقادي. نعم. قال بالاعتقادي. في والطاعة والانقياد واجب لأئمة المسلمين بالاعتقاد. بالاعتقاد يعني في العقيدة يعني. بالاعتقاد الباء هنا بمعنى فيه، يعني في العقيدة. واخد بالك؟ يعني من العقيدة، يعني هذا الشيء شيء من العقيدة. وكأن الذي أوجبه الاعتقاد أو العقيدة. العقيدة الإسلامية هي التي أوجبت علينا، إحنا مش بنطيع الأمراء وبنطيع أولي الأمر وبنطيع كذا من نفسنا، وإنما نطيع لأن مين؟ العقيدة أوجبت علينا ذلك. فلما يقول بالعقيدة يعني كأن العقيدة هي السبب التي أوجبت علينا هذا الإيه؟ هذه الطاعة أو هذا الانقياد. نعم. وفسر الأئمة بقوله من ولاة أمورهم أي أحكامهم. نعم. وعلمائهم. فجمع بين القولين في تأويل أولي الأمر من قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. عايزين بقى نتكلم في الحتة دي شوية عشان نوضحها لكم، مسألة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. مرة يقول الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله والرسول، ومرة يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي هذه المرة قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كويس. أطيعوا الله والرسول يبقى معنى ذلك أطيعوا الله والرسول في تبليغه أمر الله تعالى لكم وتفسيره. يعني ربنا له أمر، الرسول ملوش تصرف غير إنه يبلغ الأمر ده، فكأن طاعة رسول الله طاعة لله، خلاص؟ فما جابلوش فعل جديد متعلق، قال له أطيعوا الله والرسول. أطيعوا الله لأن الله بلغ وكلم، والرسول هو الذي وصل أو هو الذي وضح وبين، مفهوم؟ طيب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يبقى معنى ذلك إيه؟ أن الله له أمر وفوض رسوله صلى الله عليه وسلم في أن يأمر بأمره. ليكن مثلا إحنا نأخذ مثلا على ذلك، قال الله تعالى أقيموا الصلاة لطاعة لمين؟ لله. طب رسول الله بلغنا وقال الله قال لي أن أقول لكم أقيموا الصلاة، يبقى دي اسمها طاعة لمين؟ للرسول، برضو مع طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب
لما الرسول يقول لك الصلاة ويوضح لنا الصلاة ويبين لنا ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى لطاعة لمين؟ للرسول توضيحا لطاعة الله. يبقى يقول لنا أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله وإيه؟ والرسول. طيب تارة يكون لرسول الله تشريع ليس موجودا توضيحه ولا تفصيله في القرآن الكريم، مفهوم؟ طيب ازاي بقى؟ انك والله القرآن قال لنا حرمت عليكم امهاتكم لقوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم، وبعد ذلك حرم رسول الله ان يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا حكم استقل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. المواريث في سورة النساء جاءتنا بالأم والأب والزوج والزوجة والولد وكذا وكذا، ولم تأتي بميراث الجدة، لم تأتي بميراث الجدة. الذي أتى بميراث الجدة هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلالا. خلاص، ما دام هذا الذي استقل به الرسول اللي هو ميراث الجدة، يبقى في تلك الحالة لما ربنا يقول أطيعوا الرسول، يجيب له متعلق جديد في الفعل، يجيب له متعلق جديد في الفعل. يبقى لما يقول أطيعوا الله والرسول، يبقى أمر الله وبيان وتبليغ رسوله أو بيان رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس للرسول شيء جديد في الأمر. خلاص، لما يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى لله فيه أوامر ورسول الله فوض من الله واستقل بأن يأتي بأمر جديد وتشريع جديد، زي المثالين اللي احنا قلناهم دول. بقول لك أطيع الله وأطيع الرسول، يجيب له متعلق تاني، مفهوم؟ الآية هنا لما يقول أطيع الله ماشي وأطيع الرسول، كل اللي يقول عليه أطيعه فيه، يعني لما يجيب له متعلق تاني يبقى كل اللي يقول عليه أطيعوه فيه. وكمان أطلقنا المسألة في قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع مين؟ الله. خلاص، يبقى أطلقنا الأمر. لما جه بقى يجيب أولي الأمر بعد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جاب لربنا فعل متعلق وجاب للرسول فعل متعلق عشان يقول لك دول أطيعوهما مطلقا، مفيش مش يعني مش متصور ابدا ان يخالف رسول الله الله تعالى في شيء مطلقا، فعشان كده جاب له متعلق، ده متعلق وده متعلق لوحده. ساعه ما جاب اولي الامر ما جابش المتعلق، راح قايل له ايه؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، ما جابش المتعلق، لانه لو جاب متعلق جديد يبقى كل اللي يقول لكم عليه موافق للشريعه خارج عن الشريعة اعملوا بيه. لا، هو قال ده ملوش متعلق، لأن انتوا تطيعوا أولي الأمر إن كانوا متفقين مع أمر الشريعة، مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى ملهمش متعلق إيه؟ ملهمش متعلق جديد. مفهوم الكلام ده؟ طيب أولي الأمر دول اختلفوا العلماء فيه، بعضهم قال أولي الأمر اللي هم الحكام، وبعضهم قال أولي الأمر اللي هم العلماء أهل الحل والعقد والحكم، هم اللي بيفصلوا أحكام الشريعة ويبينوا الفتوى للناس ويبينوا العلم للناس، لأن الأمير لا تطلب، يعني يشترط في الأمير أو الوالي أو الخليفة يعني من جملة شروطه أولا أن يكون من أهل الاجتهاد في الدين، وأن يكون عالما بالأحكام الشرعية الدينية، لأن يشترط في الإمام 11 شرط، طبعا احنا مش هنقولهم دلوقتي، 11 شرط اشترطها العلماء في أن يكون الإنسان إماما يعني خليفة، من جملتها أن يكون عالما بأحكام الدين، مش كده يجيبوا له أي وضع ويقولوا له تعالى أنت هتبقى إيه؟ والي ولا تبقى خليفة؟ ولذلك الإمام الراجل في موضعه من المسجد لابد انه هو اللي يصلي،
إلا إذا كان السلطان أو الخليفة موجود فإن السلطان يقدم على كل سلطان. فبالله عليك الشرع بيديله الرتبة دي إلا إذا كان عالم، إمام عالم. فمن شروط الإمام أو الولاية أو الخليفة أن يكون إيه؟ عالما بأحكام الدين، بل بعضهم قال لابد أن يكون بلغ درجة الاجتهاد، يعني مجتهد، وإن كان مش مجتهد مطلق يعني زي الأئمة الأربعة مثلا وحاجة زي كده، مفهوم؟ فإذا إحنا عندنا شرط إن الإمام الخليفة لازم يكون من أولي الأمر، يكون يعني إيه؟ عالما. وبعدين ما دام عالم ينفذ او يامر بالاحكام فيبقى نطيعه. هل احنا بنطيعه ده من نفسه ولا لان الشريعه هي التي امرتنا بذلك؟ الشريعه هي التي امرتنا بذلك، يعني كانه بيقول بالعقيده، يعني لان الدين هو الذي امر بذلك. نعم. قال بعضهم المراد بهم العلماء العاملون بعلمهم، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. أيوة، لأن هذا قول سالم في المسألة. ده يقول لك الحاكم وده يقول لك الإيه؟ العالم. بس قالوا العالم العامل بعلمه. العالم العامل بعلمه. وحين يأمر بعلمه يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، فيجب عليك أن إيه؟ أن تطيعه في ذلك. نعم. وقال بعضهم المراد بهم أمراء الحق العاملون بأمر الله. نعم. يعني هو عاوز يجمع بين القولين هنا. القول الأول الأمراء والثاني الإيه؟ العلماء. العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. بل فإن طاعة الأمير طاعة مين؟ طاعة لمين؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة رسول الله طاعة لله. يبقى أنت عايز إيه أكثر من كده؟ ما فيش أكثر من كده، نعم. وقال بعضهم المراد بهم أمراء الحق العاملون بأمر الله وأمر السنة. نعم. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. نعم. والجائرون لا يطاعون. طبعا المعروف هو ما تعارف عليه الشرع، لا الشرع، ما تعارف عليه الشرع. خدت بالك؟ أما العرف اللي بيقولوه ده بين الناس نقول فيه ثلاثة أشياء. العرف اللي بين الناس يقول لك العرف قال كده، نقول له شوف يا سيدي، العرف إن كان متوافقا مع الشرع فهو شرع، يبقى يتسمى عرف علشان بقى عادة بين الناس يعني، بس هو ما دام متوافق مع الشرع يبقى إيه؟ يبقى شرع. الشرع له فيه كلمة، مش كده ولا إيه؟ طيب حاجة تانية، إن صادم الشرع أو كان للشرع فيه نهي وإن عمل به الناس جميعا فلا يسمى عرفا بل منكرا، حتى وإن قالت العادة إنه هو متعارف عليه، نقول له لا، إحنا ما دام في نص أو كلام من الشرع يصادمه حتى ولو تعارف الناس جميعا عليه يعد إيه؟ منكرا ولا يسمى عرفا. تسمية عرف ده من ضمن اللعبة بالإيه؟ بالالفاظ والكلام بتاعنا احنا اللي بنعمله. ها؟ يعني لما شباب يعملوا اشياء مش مظبوطه كده ويقول لك اصل ده عرف جاري من الناس تعمل ايه؟ نقول له طب نشوف الشرع كده قال ايه في المساله دي. فان كان الشرع قال كلمته فيه بامره نعم، نقول له ده شرع مش عرف. وان قال لا صابر، نقول له ده منكر وليس بعرف. خلاص؟ طب افرض ان للشرع انه ليس للشرع فيه امر ولا نهي. الشرع ملوش فيه امر ولا نهي ولا حاجه واعتاد الناس عليه. نقول له والله انت بالخيار. ان اطعته فبها وان لم تطعه فليس عليك شيء. خلاص يا مشايخ؟ يبقى اذا احنا عندنا العرف ده اللي بيقول عليه ثلاث حاجات، اما ان يقول الشرع فيه كلمته بالامر فيبقى شرع، وإما أن يقول بالنهي فيكون منكرا حتى وإن سماه الناس عرفا، وإما ألا يكون للشرع فيه كلام مطلقا، وحينئذ هذا هو العرف الجاري بين الناس. فإن كان عرف يعني معتدل لا مانع أن نسير معه، وإن كان عرفا غير معتدل يبقى برضو إيه؟ نتركه أو نعمل به. فإحنا زي ما إحنا إيه؟ إحنا زي ما إحنا عايزين، يبقى ده بالخيار. والجائرون لا يطاعون.
بقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طبعا الجائر اللي هو الايه؟ جار يدور معناه التعدي، كلمة معناها التعدي. حين أقول جار على حق فلان يعني معناها ايه؟ تعدى عليه. مفهوم؟ فهم الفين افتات على حقه، افتات على حق فلان. يقول لك فلان افتيت عليه او افتات على حقه، يبقى معناه ايه؟ تجاهل حقه. افتيت عليه يعني تجاهل حقه خالص، بانه فوته خالص كانه غير موجود. يبقى غير الجو، يبقى غير الايه؟ الجو. اما الجور فهو تعدي على الحق. وهذا التعدي اذا نظرنا اليه نقول عنه انه ظلم. ليه؟ اما لك لان اخذ الشيء ووضعه في غير موضعه هو الظلم. لان الظلم ده ليه كم نوع؟ حاجتين، اما انه تصرف في ملك الغير بغير اذن او بغير حق، وده يبقى ظلم، خدت بالك؟ وإما أنك تضع في الشيء في غير موضعه، وهذا إيه؟ وهذا ظلم. مفهوم؟ نعم. رواه الإمام أحمد والحاكم. ومن هذه المادة قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من رأى منكم في من رأى منكم في عجاجا، في عجاجا بتشديد الياء، نعم، من رأى منكم فيه عجاجا يعني عن الحق فليذكرني. نعم. فقام إليه بلال أو سلمان. نعم. فقال: لو رأينا فيك عجاجا لطولناك بسيوفنا. نعم. فقال: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من إذا رأى فيه عجاجا طولني بسيفه. شوف بقى سيدنا عمر رضي الله عنه كيف والناس كانوا اللي بيدفعهم مش هوى ولا سيطرة ولا أي شيء، وإنما الذي كان يتبعهم الإيمان والدين والعدل واليقين، خدت بالك؟ فكانت جرأة الحق تدعوهم لأن يقولوا كلمة الحق، مفهوم؟ آه، فبيقولوا لو رأينا في إحنا اللي هنتحق، إحنا ما نتحملش إن إحنا نشوف فيك أوجه، وبعدين ما تفكرش إن دي مجابهة لسيدنا عمر بشيء يكرهه، ممكن واحد فينا يقول إيه؟ يقول لك والله ده قاسي قوي، ازاي واحد يقول له لو شفت فيه عوجاج يقومونه، ويقول له والله لو شفنا فيك عوجاج هنموتك. ربما يظن ظان ان تلك كلمه فيها قسوه، بل هي في الحقيقه شهاده له رضي الله عنه، شهاده لسيدنا عمر، كانه يقول له طالما احنا ساكتين ونتعامل معك المعاملة الحسنة فاعلم أنك معتدل. ثم هذا شيء آخر يقول: أنت بعيد عن ذلك الإعوجاج، لأننا لو رأينا فيك هذا الإعوجاج إحنا نفسنا مش هنقيم، مش هنفسنا. زي ما يجي واحد يلقي كلمة قدام واحد وبعدين التاني ساكت ما بيتكلمش، فتقول له والله يقول لي رأيك إيه لو لقيت الكلمة مش أو، تقول له أنا لو شفت حاجة مش قوي هضربك، واخد بالك؟ يبقى معنى كده ايه؟ شهادة له ولا قسوة عليه؟ شهادة له ان اللي انت بتقوله كله كويس. فكذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما يقولوا له كده بقوة ما تفكرش ان احنا ايه؟ هنستحيا منك يعني، او هنستحيا ان احنا نكلمك، ده احنا مش هنكلمك، ده احنا هنضربك بالايه؟ بالسيوف، لان مثلك لا يصدر منه شيء مثل هذا. ازاي يحصل منك انت وانت كنت الصاحب لرسول الله وانت الفاروق وهو اله الامر؟ ده عمره ما يحصل منك. لو احنا شفناه هنضربك بالسيوف. ليه؟ مش عشان انت ظلمتنا، لا، عشان انت كده احنا هنزعل عليك، ولانك غيرت عما تركك عليه ابو بكر وما تركك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا مش هنطيق ابدا منك ان يحصل منك هذا الفعل. فتلك شهاده له ورفع لقدره رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. نعم. والجائرون لا يطاعون، يعني عدم الطاعة في معنى الخروج عليهم، يعني في معنى زائد على عدم الطاعة. لا، فرق بين الطاعة وبين الخروج عليهم. الخروج شيء والطاعة شيء آخر. خدت بالك؟ يعني العلماء قالوا
إما أن يأمروا بشيء محرم وإما أن يأمر. أنا قلت الكلام ده الأسبوع اللي فات، قلت إما أن يأمروا بشيء محرم فيحرم طاعته، وإما أن يأمروا بشيء مكروه فتكره طاعته، وإما أن يأمروا بشيء مباح فتكره فيباح طاعته. خدت بالك؟ ثم إن أمروك بذم مسلم وقتله فلا تطعهم وإن قتلت، وإن أمروك بتغيير العقيدة فلا تطعهم، وإن صبرت على ذلك فالصبر أولى عند الله رب العالمين. يعني لو هو أمرك بتغيير العقيدة الدين بتاعك فلا تطع خلاص، وإن هددك بالقتل فإن صبرت فذلك خير، وإن أطعته ظاهرا فلك العذر، لأن ربنا قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من إيه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن أمرك بواجب فواجب، وإن أمرك بمندوب فمندوب. فهي بتتفرع على الأحكام الإيه؟ الخمسة بتوع الإيه؟ بتوع الشرع. أما الخروج عليهم ومحاربتهم ومضادتهم فذلك غير جائز، حتى وإن أمروا بفسق، حتى وإن جاهروا بفسق فالخروج عليهم غير جائز. لماذا؟ لأن الخروج عليهم يؤدي إلى الهرج ويؤدي إلى الفتنة بين المسلمين. خدت بالك؟ لو فرض إن في حاكم فاسق مثلا، وبعد ذلك أمرنا بإن إحنا نعمل كذا كذا، وبعدين إحنا زعلنا منه عشان ده راجل مش كويس أو ما بيحكمش بالعدل، هل لنا أن نكون جماعة لنخرج عليه؟ لا يجوز ذلك. ليه بقى؟ لأن أنت هتأدي من فتنة أصغر إلى فتنة إيه؟ أكبر. افرض إن البلد مستقرة مثلا، لو خرجت عليهم هيحصل إيه؟ قتال وحرب وكذا وكذا، وهو نفسه هيتعقب الخارجين وكذا وكذا. يبقى أنت عملت إيه؟ فتنة، وأثرت هرجا ومرجا ونحو ذلك. يبقى ده ما ينفعش بقى، يبقى هذا لا ينفع. فافرق بين الطاعة وبين إيه؟ وبين الخروج. لو غيروا في الدين وكنت تخشى منكرا أكبر ولا قدرة لك على شيء فلا تفعل شيء، واسكت من باب المداراة. أما إن كنت قادرا على شيء ووجدت أن سواد العامة معه فهل يجوز خلعه أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ فمنهم من أجاز ومنهم من لم يجز، والتحقيق عدم الجواب. المولانا الذي فعله سيدنا محمد الباقر وسيدنا محمد صاحب النفس الزكية والجيس الأكبر، هذا ما أعتقد أنه يجوز؟ والله يعني هذا موضوع طويل وفيه تفريع كثير، واخد بالك؟ وإحنا الأصول قلناها، أنا ما علي الآن إلا أن لا أتحدث عن أشياء حصلت، لكن أنا أقول لك الأصول، وأنت أنظر كعالم أو كأهل علم، أنظر هل هذا جار على الأصول أو غير جار. يعني أنا قلت لك اللي فيها، قلت لك أن العلماء قالوا الطاعة شيء والخروج شيء آخر، وهذا كلام أنا أقوله يعني مسؤول عنه، ولا يمكن طبعا أني أنا أتحدث بشيء لأني أعرف أن الله تعالى سيحاسب الإنسان على هذا الأمر. خدت بالك؟ فالآن الخروج لا يجوز، لأن الخروج يؤدي إلى فتنة أشد وهرج، ويؤدي إلى قيام البلد بلا حاكم، وهذا لا يصح ولا يجوز أبدا. خدت بالك؟ ثم احنا في حاجة فاتتنا، قلنا أن الحاكم إذا كان يأمرك بأمور دنيوية لا تجد فيها ضررا بالنسبة لك، فما تاخدش حكم الشرع حكاية واجب ولا جائز ولا مستحب، ما دام الأمور جائزة يبقى لا بأس أن تطيعه فيها، لا بأس أن تطيعه فيها، إنما تخرج عليه. قال العلماء إذا غير في الدين أو بدل اختلفوا هل يجوز الخروج عليه أو لا يجوز، وهل يجوز خلعه أو لا يجوز. على رأيه، رأي يقول يجوز ورأي يقول لا يجوز. وحديث الخلافة بعد 30
عاما، 30 عاما. نعم. هل هذا هنا يعني الحديث يعني الطاعة لا تكون إلا للخلفاء هؤلاء 30 سنة والباقي؟ لا، ليس المقصود كذلك، هو إخبار بواقع ساحق ولا يشرع فيه تشريعا صلى الله عليه وسلم، يعني هو يخبر بواقع سيحدث صلى الله عليه وسلم، حتى قال: ثم يكون ملك عضوض يعض الناس عليه بالنوافذ. فهو يخبر بواقع، والإخبار بالواقع غير التشريع، غير الايه التشريع، أن الحديث ما تعرضش للطاعة أو عدم الطاعة أو غيره أو غيره، لم يتعرض. نعم مولانا، بالنسبة للمال اللي يوجد، المال الجاهل ينفع في الفراعنة، يعني الحاكم بيقول إنه لازم تروح تسلمها للشرطة، والشرع بيقول إنك أنت تأخذ الأربع أخماس وتخرج الخمس زكاة، هل هو اللي يقيد يعني المباح ده أو السؤال مش فاهم. أولا هو عاوز يزكي شرعا يعني يطلع الخمس، مش عاوز ناخد ولا حاجة. عاوز أول ما الاقي ده مال عام لثروة بتاعت الدولة وبتاعت الفراعنة دي نديها المتاحف. والله شوف هقول لك حاجة، إن كان قد سبق علم بها بإن دي خاصة فيها كذا وكذا وكذا، وأنت لبشت عنها وجيت وجدتها لهم، يبقى أنت تعمل معهم عمل الأجير، خدت بالك؟ وأما إذا لم تعلم أن فيها أو علمت علما عاما فقط ثم وجدتها أنت، فحينئذ تسمى زكاة الركاز اللي قالوها العلماء، وليها أحكام طويلة وكبيرة جدا. ثم يعني اشمعنى هذا الحكم اللي أنت هتتكلم عنه؟ طب ما هي الأحكام كلها معطلة، أكثرها معطلة. لا بس أنا يعني في أسوان في بلدهم يبحثوا عن الدين. على كل حال تبحث وما تقولش لحد واحد مننا الإخوان. يعني أنا أعتقد إن الأمر ده يعني أنت سمع للأشياء اللي هي أظهر من هذا، دي لو اختفت عن الناس يبقى كويس وهي خفية، لكن شوف الأشياء الأخرى وتحدث عنها. طب فرع الثاني مولانا، ما هو هتكثر الفروع يا شيخ مصطفى. انت عايز ايه بالظبط النهارده يعني؟ بالنسبه للارض المواقع سيدنا، هم بيقولوا ممنوع انك انت تاخذ ولا تبني غير لما نبدا نحكر في المكان ده، واحنا بيوتنا جنب الجبل مثلا. نعم. فبتروح تحيي الارض المواقع المفروض شرعا خلاص صارت لي فهي له. نعم. ولا يقول لك لا بعد ما تحييها او ممكن ياخذها منك او بعد كده ترجع تشتريها منه ثاني. تيجي الاوقاف تستولي عليها قهرا عنك بس اوقاف الدوله. طب ما هو هذا غير جائز، وسيؤدي الى ان ما فيش حد هيحيي ارض مواد خالص. طب انت دلوقتي عايز اقول حاجه، الان لما تروح السعوديه بيعملوا لك ايه؟ ها؟ ما تروح السعوديه عشان تحج ولا تروح تسافر بيعملوا معاك ايه؟ شوف بقى كقد ايه جوازات وتحليلات تأشيرات ومعرفش ايه، وقد تمنع وبيحددوا الناس اللي هي عايزه تروح للحج. هل هذا في الشرع موجود؟ ربنا قال: والارض وضعها للانام كلها. مفيش حدود، عايز تسافر سافر، عايز تروح المكان الفلاني روح المكان الفلاني، عايز تروح كذا روح كذا. طب هم الحدود اللي عملوها دي بناء على وبدأ القتال لأجلهم، ده يقول له أنت خدت شبر من أرضي، ده يقول له أنت خدت شبر من أرضي. واخد بالك؟ والحروب اللي احنا بنحياها الآن أكثرها حروب على هذه المسألة، حتى ضاعت الحروب من أجل الدين. ولذلك قال العلماء: المعارك ثلاثة أنواع، معركة بين حقين ولا تقوم مطلقا، ومعركة بين حق وباطل ومدتها قصيرة جدا لأن الله سينصر أهل الحق على الباطل، ومعركة بين باطلين وهي طويلة لا تنتهي. واخد بالك؟ فالمعارك اللي بين باطلين هي اللي بتطول وما لقيناش حد، لأن الله لن ينصر. ينصر مين؟ على مين؟ هيسيبهم الاثنين يتناحروا وإلى آخره. يعني مسائل دي كثيرة. وكذلك اتباع السلف الصالح، وهم الصحابة في أقوالهم وأفعالهم وفيما تأولوه واستنبطوه عن اجتهادهم، واقتفاء آثارهم،
أهل الحق، الأمراء اللي هم أولي الأمر أهل الحق، إن أطاعهم ظاهرا وبالباطن لأ، يبقى في الحالة دي إيه؟ عاصب. يعني لو أطاع ظاهرا أمام الحاكم يروح يظهر الطاعة والولاء ومش عارف إيه، وفي غير الحاكم لما يكون موجود قدامه أو في غير أهل العلم أو في غير الآمر مثلا بالمعروف، تبص تلاقيه إيه؟ يدبر عليه ويتحدث عنه ولا يطيع في باطنه، نقول هذا عصيان أو هذا نوع من الإيه؟ من النفاق. نعم. وكذلك الاستغفار أي طلب المغفرة لهم واجب، لقوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. برضو طلب الاستغفار منا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب المغفرة واجب علينا أن نقوله، لقوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. حتى قال بعض العلماء إن فيه يعني الناس مصنفين ثلاث أنواع، نوع تجده أخا لك يعطيك مما عنده ويساعدك بماله ويكون معك بنفسه، هذا هو المؤمن. نوع آخر أرقى في الإيمان من الأول، وهو الذي يؤثرك بما عنده على نفسك خلاص، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فعليه أن يدعو لك، يعني لا هو قادر يعينك بنفسه ولا بماله، ولا هو قادر أن يؤثرك على نفسه فعليه أن يدعو لك، زي ما قالت سورة الحج للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه نوع. الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه النوع الإيه؟ الثاني. النوع الثالث بقى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قالوا وما بعد هذه الأصناف الثلاث فليس صاحبه بمؤمن. يعني ثلاث أصناف، إما أن تنصر وتعين، وإما أن تؤثر على نفسك، وإما أن تدعو له بالخير والبركة والمغفرة. يبقى هذه هي الأصناف الثلاثة في المؤمن، ما عدا ذلك فليس ذلك من الإيمان. فكل واحد لابد أن يقيس نفسه على هذه الإيه؟ على هذه الأشياء. نعم. ولأنهم وضحوا لنا السبيل فجزاهم الله عنا أحسن جزاء. نعم. وكذلك طرف المرائي. وكذلك طرف المرائي والجدال في الدين واجب، والمراد جحد الحق. والمراء جحد الحق. نعم. اصل هو يعني انا شايفها واضحه وما فيهاش يعني كتر كلام، لكن لو كنا عاوزين ندخلها بقى بأصول الفقه هناخد وقت طويل الآن، وهيبقى ده بعيد عن إيه؟ عن الدرس بتاعنا، خدت بالك؟ لأن هم قالوا ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، لو دخلنا في هذا الكلام حينئذ سيطول بنا المقام، وأنا أرجو إن شاء الله إن إحنا برضو يعني نعمل درس آخر في الأصول ولو شرح الورقات، بس ربنا بس يخلقنا الوقت نكون فاضيين فيه شوية يعني. لكن إحنا عاوزين نخليها على ما هي من باب الإجمال، اتباع السلف الصالح فيما استنبطوه وفيما تأولوه، وذلك دليل على عدل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعلمهم بسنة رسول الله وعلمهم بكتاب الله. ما دام نتبعهم واتباعهم واجب يبقى ده دليل على إيه؟ أنهم عالمون بالقرآن وعالمون
يعلمون بسنة رسول الله، لأن هم فعلا اللي شافوا الرسول ورأوا كيف فسر الرسول هذه الأشياء وكيف فعل الرسول هذا الأمر أمامهم، فعلينا إذا أن نطيعهم في ذلك. واخد بالك؟ الاختلافات ما تدعوش إلى ترك الطاعة. يعني مثلا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما كان بيصلي كان بيعمل إيه؟ في الركوع كان بيطبق إيديه بين ركبتيه، وكان لا يضع يديه على ركبتيه. فهل إذا خالفته في ذلك ألا أكون طائعا للسلام؟ أكون طائعا، لأنني أخذت بقول آخر عند صحابة رسول الله نقله لنا صحابة رسول الله أيضا. فإذا عدم الطاعة الجزئية أو الفردية لواحد لا تقدح في كوني متبعا للجميع، لا تقدح في كوني. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يغسل داخل عينيه بالطهارة حتى قالوا حتى عمي فلم يقدر على غسل داخل عينيه. هل معنى ذلك أنني أطيع سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه في ذلك؟ لا. ليه؟ لأنه هو تأول أن العين الداخل بتاعها من الظاهر، وطلب منك أن تغسل كل الظاهر في وجهك، فتأول أن العين من الظاهر، فكان يبالغ في غسل العين مبالغة شديدة. العلماء كلهم برضو عن الصحابة قالوا أن ذلك من الباطن وليس من الظاهر، يعني ده في الحدث من الباطن ولكن في إزالة النجاسة من الظاهر. فإحنا حين نطيع، حين لا نطيع عبد الله بن عمر في ذلك، هل معنى ذلك أننا نكون مخالفين للصحابة؟ لا. واخد بالك؟ فالمسألة أنا حسيت أنها هتفتح كامل وهتطول قوي، ومع ذلك كده مش هنخلص بقى خالص. واخد بالك؟ خلينا بقى الحتة اللي جاية دي اسمها المراء. نعم. وكذلك ترك المراء والجدال في الدين واجب، والمراء جحد الحق بعد ظهوره ودفعه بالباطل. المراء مأخوذ من مريت فدل الناقة، إذا أخذت تحليبه بعدما زال منه اللبن. كلمة مرى يمري مراء في اللغة عندنا، يفضل الإنسان بعد ما يحلب الناقة وليس فيها لبن مطلقا يظل يحلب فيها لعله تنقط نقطة واحدة بعد الحلب، فيفضل بقى يمسك الثدي وهو عارف انه مفهوم. مفهوم؟ فالمراء هذا هل معناه الجدل؟ لا. المراء أعم من الجدل، لأن الجدل مأخوذ من جدل الحبل، إذا أخذت حبلا وجدلت حبلا مع حبل لتقويه، يعني فتلت بعضه، عارف الحبال؟ يروح ماسكها ولويها على بعضها ويفضل يلوي 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 كده، فيجدله يعني يبتله بعضه على بعض، وذلك لأجل أن يقويه. فالذي يجادل غرضه أن يأتي بكلام مع كلام وحجة مع حجة ليقوي كلامه أو ليقوي حجته. يبقى برضو اللغة العربية حين تأخذ المعاني تأخذها من الإيه؟ من المحسوسات. اللغة العربية حين تأخذ المعاني تأخذها من إيه؟ من المحسوسات. فالجدل ده برضو إيه؟ جدل الحبل، يعني فتله ليقويه. فكذلك المجادل يأتي بحجة بعد حجة بعد حجة ويضم الحجة إلى الحجة ليقوي إيه؟ ليقوي رأيه. كويس. هل الجدل مذموم في الدين أو غير مذموم؟ قال لك والله الجدل لأجل إظهار الحق ليس بمذموم، لأن الله قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى إذن الجدل في حد ذاته ما فيهوش إيه؟ ذنب. مفهوم؟ بس الجدل حين يكون جدلا حسنا لإظهار الحق فذلك أمر إيه؟ فذلك أمر جائز. ده تصرفات اشتقاقات، وإن كان الاستعمالات ممكن تدي ده معنى وممكن تدي ده معنى، يعني هو نفس الكلام. جادل يجادل جدلا وجدالا ومجادلة
او كله يعني ايه المصدر مختلفين فيه، لان انت عارف مصدر الثلاثي غير ايه غير قياسي، واخد بالك، او الرباعي كذلك. فمن اجل ذلك السبعة ده كثير في اللغة، مفهوم؟ فالمعنى واحد يعني، المعنى ايه؟ المعنى واحد. يعني اذا الجدل في الدين منهي عنه ولا غير منهي عنه؟ قال لك ليس منهيا عنه ان كان جدالا بحق لاظهار الحق بالتي هي احسن. كويس. طب ايه المراء؟ ام قال لك المراء اذا ورد ذمه فهو منهي عنه، واذا لم يرد ذمه فانه يكون جائزا. طيب لما يكون جائز يبقى بمعنى ايه؟ بمعنى الجدل. لما يكون جائز يبقى بمعنى ايه؟ الجدل. قال تعالى فلا تمار فيهم الا مراء، يبقى اذا اباح له ان يماري مراء ايه؟ ظاهرا. وياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ذروا المراء فانا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن ترك المراء وهو على حق. يبقى ما الذي يقصده رسول الله في المراء اللي هو الجدل الايه المذموم او المراء المذموم الذي لا يقصد منه الا التشويش، والذي ستماريه لا يمكن ان ينقاد لحجة لك، لا يمكن ان ينقاد لحجة لك. يعني هو متعصب لمين؟ لرأيه هو، ومهما حاولت مجادلته او مماراته فانه لا يمكن ان ينقاد لك. وحينئذ تقول له ايه؟ سلاما سلاما. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه؟ قالوا سلاما. والسلام هنا ليس معناه انك تسلم عليه، ولكن هو سلام اسم سلام المتاركه والمبارأة، يعني انا اتركك وانت تتركك، زي ما تكون زعلت من واحد وما لقيتش فايده فيه تقول له طب خلاص سلام عليكم. سلام عليكم يعني ايه؟ انت زعلان منه، يعني لا في بيني وبينك كلام، ولا انت تكلمني، ولا انا ايه؟ ولا انا اكلمك. مفهوم؟ يبقى المراء ده يا اخوانا له كم نوع؟ ان كان بمعنى الجدل فاصله جائز في الدين، وهو الجدل الحسن لاظهار الحق، تمام؟ طب وان كان بمعنى المراء اللي هو المماراه الذي لا حق فيه وانما غرضه التشويش، أو جدل مع غير من كان مستحقا للجدل أو أهل للجدل، يبقى هذا إيه؟ منهي عنه. ولذلك لما اليهود قالوا ثلاثة رابعهم، والنصارى قالوا خمسة سادسهم، والمسلمين قالوا سبعة وثامنهم في أهل الكهف، ربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله اتكلمش فيهم كتير، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فمن جادلك بعد قولنا قل ربي اعلم بعدتهم، يبقى بعد كده عايز يماري في شيء في غير حق ولا لا؟ فقال له ما تتكلمش معاه. مفهوم؟ برضه في ايه ثانيه في شأن سيدنا عيسى عليه السلام. لما ربنا سبحانه وتعالى كانت في دماغي ناس راحت اللي هي في آل عمران. قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين ايه؟ كفروا، وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا وسلام. ما قالوش حاج او جادل من حاجك، لان ربنا يعلم ان هؤلاء لا فائدة في جدلهم. اطلب منهم طلب يبين بهتهم وعدم اعترافهم بالحق. خلاص؟ يبقى المراء يا اخوانا اللي هو ايه؟ الجدل المذموم ماخوذ من المماراه اللي هو مريت الناقه، يعني استخرجت ما في ثديها بعد ان ينتهي حلب اللبن. فكان الانسان اللي بيماري بالباطل ده عايز يطلع حاجه من كلامه وكلامه ليس فيه شيء. نعم. والجدال مناظره اهل الجدال، وإنما منع من ذلك لأنه يؤدي إلى البسط معهم والطعن في الصحابة وإيقاع الشبهة في القلب. مناظرة أهل البدع اللي هم اللي ابتدعوا أشياء في شأن الصحابة لا تستحق، لا ينبغي أن تبتدع. اللي ابتدعوا أشياء في شأن الصحابة زي بعض من الشيعة، فرق من الشيعة وفرق من الخوارج وغيره من الفرق
يسموهم أهل البدع. إذا كنت ستجادلهم تعمل إيه؟ سيؤدي ذلك إلى رواج مذهبهم وإلى رواج بدعتهم، وبالتالي بدل ما كلامهم خافي عن كثير من الناس أنت ستظهره بجدلك هذا. لأنت لا هتوصل للحق معاهم ولا في تلك الحالة إيه هم هيسكتوا، يبقى كلامهم هيبقى إيه؟ بدل ما كان مختفي يبقى إيه؟ يبقى ظاهر للناس. وبعدين من الممكن أن يوقع شبهة في قلوب الضعاف، يعني لما يتكلموا عن شأن سيدنا علي ومعاوية، التاريخ طوى هذه المسألة ولا لا؟ افرض انها اثيرت الان، وقول لك سيدنا رسول الله قال عمار تقتله الفئة الباغية، يبقى الفئة الباغية يعني ايه؟ ظالم. يؤدي ذلك الى ان نصف مثلا معاوية باوصاف لا ينبغي ان توصف، مع ان احنا بنقول ان الصحابة يجب كلنا نعمل ايه؟ نحترمهم ونقدرهم وراء الى اخره. فلما انت تقول هذا الحديث وتجادل اهل هذا الحديث او اهل هذه البدع، يبقى في تلك الحالة يحصل ايه؟ ستنشر هذا مرة اخرى، ومن الممكن ان قلوب الناس او اذهان الناس اللي مش متمكنة في الدين تلتقط هذه المسألة فتتكن بها. مفهوم الكلام؟ وكذلك مش موضوع الصحابة لا، وكذلك كل شيء في الدين قد تظن ان ضعاف الناس يفهموه على غير ايه؟ على غير موضعه. شبه اليهود والنصارى هل تقولها لكل الناس؟ لا يصح، لأنك انت لو قلتها لكل الناس وفضلت تتكلم عنها يبقى في تلك الحالة ايه اللي هيحصل؟ ستثير في قلوب الناس ان في ناس قالت كذا وكذا وكذا، وبالتالي يمكن يضلوا يفتتنوا، عقولهم لا تدرك ما تحب ان تقوله له وحينئذ يفتتن. فيبقى انت بدل ما عايز تصلح بوظت. ولذلك قالوا العالم يجب ان يكون ايه؟ كالطبيب يصف الدواء حيث يستدعيه الداء، يصف الدواء حيث يستدعيه الداء، مش يقول كده مواعظ على المنابر ويقعد يتكلم ويفتح زي ما حصل دلوقتي مثلا في موضوع الرسومات اللي بيقولوا عليها، وتيجي تعرضها على التلفزيون كده تتعرض. طب برضه ده كلام؟ هذا لا يليق. هو عاوز يعرضها ليه؟ عشان يثير الناس. طب من الممكن ان في ناس ضعاف الايمان تاخذ هذا على مأخذ اخر وتحمله على محمل اخر، مفهوم الكلام ده؟ فانت خليها مسطوره احسن ورد عليه، خليها مسطوره ورد عليه، مفهوم؟ نعم. قال مالك رضي الله عنه: ان هذا الجدال ليس من الدين في شيء. يعني الجدال الايه؟ بالباطل، او الجدال الذي لا يوصل الى حق. لكن الجدل ما يقدرش مالك يقول ان الجدل كله مش من الدين، لا خلاص. ولذلك لما واحد سأله عن الاستواء قال ايه؟ كلمه جدله جدله الحب، قال له الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والايمان به واجب والسؤال عنه ايه؟ بدع. ثم قال اقيموا هذا المبتدئ من مجلس، لانه عارف ان هو مفيش منه ايه؟ مفيش منه زي. في واحد في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يسال الناس عن الدقائق في القران لاجل ان يجادلهم. يسال الناس والمرسلات عرفا معناه ايه؟ خلاص؟ والذاريات ذروا معناه ايه؟ ويتكلم مع الناس اللي هي مش اهل لهذا الامر. فسمع عنه سيدنا عمر رضي الله عنه فجاء به وقال: لا تفعل ابدا شيئا من هذا، ولو رايتك سافعل وافعل. برضه عمل نفس الفكره. فجابه قال له: ما الذي دعاك الى هذا؟ قال له: والله يا امير المؤمنين شيء في راسي لا اقدر على ان اتركه. فاخذ يضربه بالدره وقال له: هل ذهب ما براسك الان؟ فقال: نعم ذهب يا امير المؤمنين. واخد بالك؟ ففي ناس ما ينفعش فيها الجدل، ما تجادلهاش. ها؟ الشاعر ابو تمام كان حكيم قوي. فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تقيم دباه أخدع كل مائل، فهذا دواء الداء من كل عاقل وذاك دواء الداء من كل جاهل. فما هو إلا الوحي، يجادل بالوحي وبالحق وكذا، لما تلاقي واحد عاقل عنده استعداد يفهم ويسمع.
طب افرض لقيت واحد غير كده، قال لك ما تجادلوش ابعد عنه، امال اعمل في ايه؟ قال لك والله ان كان لك الامر والحكم تضربه. ها؟ بس مين اللي يقدر يضرب؟ اللي يقدر اللي يكون له الحكم في هذه الايه؟ في هذه المسألة. خلاص؟ طب امال انا وانت نعمل ايه؟ لو لقينا ما فيش فايدة فيه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام. نعم. وإن كان المقصود من الجدال إظهار الحق دون التعدد والعناد والإظهار على الخصم ونسبة شرف العلم لنفسه فذاك جائز. الإظهار على الخصم لازم ناخد بالنا منها دي يا مشايخ. أول حاجة العالم المؤمن الصادق لا يهمه أنه إذا بين الحق أن يقول الناس عنه إنه انتصر. أما إذا كان هو ده الغرض هو ده القصد فذلك ليس بعالم وسينقلب الأمر عليه. سينقلب الأمر عليه هو أيضا. يبقى لازم إيه؟ يبقى القصد الأصلي بيان الحق، وعلامة ذلك أن يقول في نفسه أنني أتمنى أن يظهر الحق ولو على يد غيري أنا. إذا ظهر الحق على يد غيري يحب ذلك هو، فإذا كان يحب ذلك يبقى ده دليل على أنه عالم حقيقة غير مرائي. أما إن كان الغرض إظهاره وإنه هو انتصر وإنه فلان ما قدرش عليه وإنه كذا، فهذا لا يكون لأجل العلم ولا لأجل الله تعالى، ولا أجر له من جداله مطلقا ولو ظهر الحق على يده. مفهوم الكلام ده؟ ولا يكون الغرض منه التعصب أيضا. الغرض منه الإيه؟ التعصب. والتعصب ده نوعين، في بعض الناس يقول لك التعصب ده غلط ومش هنقول له، لا التعصب نوعان. تعصب لحق أنا مؤمن به وعالم بأنه حق فلا مانع أن أنتصر له، وتعصب لأن فلانا هو الذي قال كذا وأنا لا أحب أن يأتيني هذا من فلان، فهذا هو التعصب المذموم. تعصب الإيه؟ التعصب المذموم. يعني إحنا دلوقتي أهل إيمان إن شاء الله وإسلام، فإذا قاتلنا الكافرون وتعصبنا لديننا، هل هذا التعصب فيه سوء؟ لا خلاص. إنما لو واحد ما عندوش مبدأ بيقاتل عنه وبعدين تعصب لذلك الأمر، هل يكون تعصبه مذموما أو تعصبه محمودا؟ لا شك أنه مذموم. نعم. إحنا قربنا نخلص. نعم. وقيل مندوب وللمذاكرة الجائزة آداب، منها تجنب الاضطراب ما على اللسان من الجوارح، والاعتدال في رفع الصوت وخفضه، وحسن الإصغاء إلى كلام صاحبه. تجنب الاضطراب ما عدا اللسان من الجوارح. المذاكرة يعني الكلام بين اثنين في مسائل العلم. ما يقعدش بقى هو وهو بيتكلم يعمل كده. كل ما تطلع كلمة كويسة ويبقى ينطرب لها ويقعد يعمل كده. أصلا ما فيش حد أحسن مني كذا. ويفضل يعمل كذا. ويمثل المسألة دي على أساس إنه هو يعني ما شاء الله ما فيش حد أحسن منه. هذا نوع من التكبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كان يشير بكفه جميعها صلى الله عليه وسلم، بس مش إشارة قوية كده زي اللي بيعمل كده لا خلاص. وإذا تعجب يقلبها يعمل كده صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد توضيح شيء اتصل بإصبعه الإبهام في باطن الأخرى هكذا، من غير ما يدف كده ولا يعمل مسائل زي كده، يعمل كده صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ وكان لا يسن للإنسان إن كان خطيبا أن يمثل بيديه، ويفضل يعمل كده ويرفع ويخطب وإلوي شوف الكاكولا بتاعته يوديها كده، ما يصح كل ده، إنما يقف كده ساكت. واخد بالك؟ ولا مانع ان هو يحرك ايده كده مجرد الاشارات علشان يفهم الناس، ولكن حركه تكون حركه خفيفه كده. ها؟ ففي بقى الناس عند مذاكره العلم والمجادله والمناظره تلاقيهم بقى يا اما يتهز كده يا اما يعمل كده على اساس ان هو
يبين أنه متمكن وأنه قوي وأنه يعني اضطراب الجوارح ده مش مطلوب أثناء المذاكرة ما عدا اللسان، لأن اللسان لازم يعمل إيه؟ لازم يتكلم طبعا، هما اللي هيسكت واخد بالك؟ اضطراب الجوارح كلها لأ، لكن اللسان نعم. المذاكرة في إيه؟ وللمذاكرة جائزة آداب منها تجنب الاضطراب ما عدا اللسان من الجوارح والاعتدال في رفع الصوت وخفضه الاعتدال في رفع الصوت لاقتصار منه على الحاجة، بمعنى أنه يعني ما يفضلش يزعق أوي كده أو يوطي صوته أوي 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 لدرجة إن هو يعني ما حدش ياخد باله من كلامه أو يسمعه، خدت بالك؟ أو يفعل فعل المتماوتين، فعل المتماوتين في الكلام، يعني تبص تلاقيه مثلا يروح في واحد كده بيحس ان دي حلاوه في صوته، يقعد بقى عامل لك كلمه كده هو الكلام كله واضح ودي في الاخر يروح لايه؟ انا مش عايز امثلها بقى عشان ما تضحكوش يعني، وبعدين مش عايز انا تيجي عندي المساله دي، خدت بالك؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تكلم يفتتح كلامه كما ينتهي منه صلى الله عليه وسلم. مفيش بقى حكايه ان هو يجي في الاول يعمل كذا ويجي في الاخر يعمل كذا، يفتتح كلامه كما كان ينتهي منه. وفيه ناس تتكلم بتكبر كده وتتكلم يمضغ الشفه بتاعته مره ويعمل لسانه كده شويه مره وجاد وما الى اخره. لا، العالم الحقيقي ان يترك الصوت يخرج على طبيعته، فإن احتاج إلى رفع صوت قليل يرفع، وإن احتاج إلى خفض صوت قليل يخفض، ولا يتكلف ذلك، لأن ربنا قال ولا واقصد في مشيك وارضه من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت. أصل فيه واحد يهوش لما يحس إنه هيتغلب كده يفضل يجيب ويفضل يقول كلام كثير، يريد أن يهوش على غيره عشان يعمل إداري هزيمته أو إداري كلامه أو نحوه. وحسن الإصغاء إلى كلام صاحبه. أيوة، حسن الإصغاء ده مطلوب، إن في واحد هو يتكلم ساعة ولما غيره يجي يتكلم تبص تلاقيه ما يسمعش، ربع كلامه يوقفه ويخليه إيه؟ يتكلم مكانه، ونقول له لا، استمع إلى كل كلام صاحبك حتى تستخرج ما عنده، وبعد ذلك تكلم ورد عليه. نعم. ودي بنعاني منها والله يا إخواننا. في الاحاديث بتاعتنا العاديه تبص تلاقي ثلاثة أربعة اجتمعوا ما تعرفش تاخد من واحد ولا كلمه، او جربوها كده في الشغل في الطلبه في كل حته، ما دام ثلاثة أربعة اجتمعوا ما تعرفش، وخصوصا هي في النساء هذه المساله موجوده كتير قوي، وده خطا. وكثيرا ما نعلم ونقول علينا ان نتعلم ادب الحديث، اذا اردت ان تتادب في حديثك فاستمع الى كلام من يكلمك جيدا، فإذا انتهى من كلامه تكلم أنت. وأن يجعل الكلام مناوبة لا مناهبة. أيوة، شوف المناوبة إنه ده يقول ويسكت ويخلص وأنت تبتدي بعده تتكلم، إنما مناهبة تنهب منه الكلام، يعني لسه بيتكلم تروح تقطع منه الكلام وتاخده منه كده بالعافية، لا هو هيقدر يوصل لك قصدك ولا أنت هتفهم اللي عاوز يقول. نعم. والثبات على الدعوة إن كان مجيبا. الثبات على الدعوة إن كان عنده إيه؟ عنده حاجة يدعيها ومؤمن بها، فعليه أن يثبت على دعوته، واخد بالك؟ نعم. والإصرار على السؤال إن كان سائلا. تمام. والإحتراز عن التعنت والتعصب والضحك والدجاج. الضحك يعني في واحد كده تبص تلاقيه اثناء العباره ما هو بيقررها يعني كده، ده كله عشان يوهم الجالسين معه انه على حق وصواب، يقوم يروح لو شوف كلامه بيقول ايه ويروح ضاحك كده، واخد بالك؟ شوف الكلام يا اخوان اللي بيقوله ده وضعه ايه؟ ما ينفعش. او هو لما يقرر حاجه وعجبته مع نفسه يروح ضاحك كده. لا، لا. ونحو ذلك. وكذلك ترك كل ما أحدثه المحدثون واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم. قدامك كثير يا شيخ، سطرين.
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما ذكره الشيخ هنا لا يعارضه ما يأتي في الأقضية. تحدد الناس هذه تليها بقى لما يجي القضاء إن شاء الله يبقى نتكلم فيها. أما مسألة ما أحدثه الناس هذه فإن شاء الله المرة القادمة نتكلم بس فيها وإحنا خارجين عن الكتاب شوية، لأن ده مهم جدا. ونتحدث عن قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، وعن كل محدثة بدعة إن شاء الله. يعني شوية كده لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق قبل المحاضرة القادمة بفضل الله. وبذلك إن شاء الله يا إخواننا هندخل في إيه؟ ندخل في الفقه. وطبعا إخواننا اللي مش مالكيين وبيحضروا معانا برضو إن شاء الله إن حضروا معنا لا يخلو هذا المجلس من فائدة، من حديث نستنبطه أو من مصطلح نبينه أو من رأي آخر لمذهب آخر يكون سهلا علينا نذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. فبرضو إخواننا من غير مذهب الإمام مالك إن كانوا عاوزين يحضروا معنا لا بأس أن يحضروا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.